وداعا مدينة المحمدية. الحمد لله، غدا سنصل القيروان وتنتهي رحلة التعب. وعلى رسول الله السلام. الحسن بن رشيق من المحمدية، أهلا بك. الأستاذ عثمان يوصي بك خيرا ويقول إنك تعد بمستقبل مبشر بين أهل العلم والأدب. أرجو من الله أن يوفقني ويجعلني أنال رضاك يا سيد الحصري، يا سيد أهل الأدب. لا تبالغ، فما أنا إلا من أهل الأدب ولست سيدهم. اسمك كبير بين أهل العلم والشعر والأدب يا سيدي. دعك من اسمي الآن وتعال معي لأريك حجرة تصلح لأن تسكن فيها، وبعد أن تريح بدنك تعود إلى هنا لتجالس أهل العلم الذين يدخلون مجلسي. هيا 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 تعال. تفضل يا ولدي، هذه هي حجرتك يا ابن رشيق، ستقيم فيها. صحيح أنها صغيرة لكنها لطيفة ومرتبة ونظيفة، وهي مشمسة أيضا. إنها فوق ما أتمنى يا سيدي، بارك الله فيك وأحسن إليك. وبك يا بني، هيا تخفف وخذ راحتك ونلتقي في المجلس. ها؟ إن شاء الله. القول في السرقات الأدبية قول يتم فيه الجدل ويكثر الخلاف والنقاش، كأن يأتي شاعر ببيت شعر سبقه إليه غيره. نعم. عندها يقال هذه سرقة أدبية، كقول البحتري سمته أسرته العلاء وإنما قصدوا بذلك أن يتم علاه. ثم جاء عبد الله بن المعتز فقال كأن أباه حين سماه صاعدا رأى كيف يرقى في المعالي ويصعد. أحسنت يا ابن رشيق، أسعفتني في حين خانتني الذاكرة. هذا ما قاله ابن المعتز في مدح صاعد بن خالد، وقد قال البحتري إن ابن المعتز أخذ المعنى مني. المعاني موجودة يا أستاذي، وكل أديب يستطيع أن يصوغ عليها ما يريد، فلقد قال إبراهيم النظام الذهب لئيم لأن الشكل يصير إلى شكله، فلذلك تجد الذهب كثيرا عند اللئام، والمتنبي يقول وشبه الشيء منجذب إليه وأشبهنا بدنياه الطغام. أرأيتم كيف أن بيت المتنبي يحمل نفس المعنى الذي أراده النظام؟ أنت إذن لا تعترف بالسرقات الأدبية يا ابن شرف، ما رأيه؟ ولا أنا يا أستاذ. السرقات قائمة يا ابن رشيق، كما قال ابن شرف المعاني ثابتة، وكل شاعر يأخذ المعنى وينسج على منواله. ألا ترى أن الأخطل وابن الهندي سبقا أبا نواس في ذكر الخمر وصفاتها؟ لكن أبا نواس جاء بصياغة جديدة للقصيدة الخمرية، كقوله بعدما دمر المأمون الحانات ودار ندامة عطلوها وأدلجوا بها أثر منها جديد ودارس. مساحب من جر الزقاق على الثرى وأضغاث ريحان جني ويابس، تدار علينا الراح في عسجدية حبتها بأنواع التصاوير فارس. جميل جميل، عسجدية حبتها بأنواع التصاوير فارس. يقصد النواسي تلك المنمنمات الفارسية الجميلة التي كانت ترسم على الأواني الزجاجية بماء الذهب والفضة.
كم أنا سعيد باجتهادكم يا أولادي. متى تتعلم حسن العبارة ورشيق اللفظ يا هذا؟ أنت في ديوان الإنشاء منذ سنة، وما زال خطك ولفظك عاميا ثقيلا. أنا أتك على الشاب يا ابن الرجال، شدة اللوم والتقريع لا تصنع الإبداع يا أخي. اذهب اذهب إلى عملك. تفضل تفضل يا حصري. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حمدا لله أنك أتيت الساعة لتنقذني. أنا أتيت لأسترد الكتاب الذي أعرتك إياه منذ شهر. أين هو؟ هذا أمر عاجل، أريد أن أقدمه للأمير أبي تميم المعز، ولا أحد يستطيع أن يكتب كما أريد. كتاب الديوان ليسوا أصحاب قلم رشيق. لما تحرق دمك؟ استبدلهم بمن يحسن الكتابة. ليتني أجد كاتبا واحدا مثلك في صياغة اللفظ واختيار المعنى. عندي لك شاب كاتب أديب وشاعر ورشيق القلم كما تريد. أين هو بربك؟ هذا اختيار حسن، سيدي الحصري يختار درر الشعر. رق الزجاج ورقت الخمر، فتشابها وتشاكل الأمر. فكأنما خمر ولا قدح، وكأنما قدح ولا خمر. جميل. هذا أجمل ما كتبه السهروردي. سيكون كتابك زهر الآداب واحدا من كتب الأدب القيمة، هذات الاختيارات الرائعة. أحسنت في تبويبه وتنسيقه يا سيد الحصري. دعنا الآن من زهر الآداب، واستعد لتذهب معي إلى صاحب ديوان إنشاء الأمير. لماذا يا سيدي؟ لماذا؟ ليقطع رأسك. لا تجزع يا ابن رشيق، إنما تذهب للعمل. هل سعيت لي كي أعمل يا سيدي؟ بل سعى لك علمك، أدبك وشعرك وحسن سعدك. شكرا لك يا سيدي. شكرا لك. هيا بنا هيا. صرت أمتع نفسي بقراءة ما يصدر عن ديوان الإنشاء يا ابن الرجال. هذا هو البيان الرشيق الذي يجعل النفس تنبسط إليه. هذا البيان الرشيق من ابن رشيق. كاتبكم يكنى بابن رشيق؟ نعم يا مولاي، وقد جاء به الحصري بعد أن لمس فيه الفطنة والذكاء وحسن البيان في النثر والشعر. هو شاعر أيضا؟ نعم يا مولاي، وقد كتب إلي أبياتا إذا أذن لي مولاي فأقرأها. اقرأها يا ابن الرجال. يقول الحسن بن رشيق: كتبت ولو أنني أستطيع لإجلال قدرك دون البشر، قددت اليراعة من أنملي، وكان المداد سواد البصر. هذا أرق شعر سمعته. أريد أن أرى هذا الكاتب الشاعر. تفضل. أراك قد تجهزت. ما رأيك يا سيدي؟ لا لا لا، اخلع عنك هذه العباءة الداكنة وخذ هذه، إنها جديدة وزاهية وتليق باللقاء المرتقب. شكرا يا سيدي شكرا. هاك. هنا ما بالك هكذا. جميلة جميلة، مباركة. بارك الله فيك. قل لي يا سيدي، ما رأيك في القصيدة التي أعددتها لمولاي الأمير المعز؟ دعني أعد قراءتها. ما المضحك في شعري يا سيدي؟ لا لا، شعرك رائق كالعسل، ولكني تذكرت حديثنا عن السرقات الأدبية وأنا أقرأ هنا. أنت تقول، اسمع: فالجيش ينفض حوليه أسنته، نفض العقاب جناحيه من البلل.
وهذا يشبه بيت شعر المتنبي الذي يقول فيه يقول: يهز الجيش حولك جانبيه كما نفضت جناحيها العقاب. نعم صدقت والله يا سيدي، لقد قلت هذا البيت عفو الخاطر، ولم أدرك مدى تقارب شعري من شعر المتنبي إلا الآن. لا عليك يا ولدي، لا عليك، هذا يحدث كثيرا. هيا بنا. لدن الرماح لما يسقي أسنتها من مهجة القلب أو من ثغرة البطل، لو أثمرت من دم الأعداء سمرقنا لأورقت عنده سمر القنا الذبل، إذا توجه في أولى كتائبه لم تفرق العين بين السهل والجبل، فالجيش ينفض حوليه أسنته نفض العقاب جناحيه من البلل، يأتي الأمور على رفق وفي دعة عجلان كالفلك الدوار في مهل. أحسنت أحسنت، لم أسمع شعرا كهذا من قبل. الذهب يليق بشعرك الذي يفوق الذهب. إني ذكرت غيظا من فيض صفاتكم يا مولاي، وأخذت معاني شعري من معاني ألفاظكم وأدبكم. أطلب الإذن يا أبي بمجالسة شاعرنا ابن رشيد. ليس الآن يا تميم، دعنا نسمع منه ونحادثه، ولك أن تسامره سائر ليلتك. سيكون مجلسي الليلة أحسن مجلس. سأكون عند حسن ظنكم إن شاء الله يا مولاي. لا، هذه جائزة خصك بها الأمير وابنه لحسن أدبك وشعرك. وإني أخصك ببعض منها، أرجوك لا ترد يدي لأني لم أرد يدك التي طالما بالغت في إكرامي، أرجوك. حسناً، دعها الآن، دعها الآن، سأخذ بعض هديتك لأجعلها نفقة لبعض طلاب العلم الذين لا يجدون عملاً والذين ليس لديهم مال يكفي لنفقتهم. بارك الله فيك يا سيدي، بارك الله فيك. اجلس يا ولدي، اجلس، أريد أن أحدثك بأمر. تفضل يا سيدي. احفظ مكانتك يا بني، لأن الأمير وابنه لا يقربان إلى مجلسهما إلا من يثقان بحسن علمه وحسن أدبه وبكونه يليق بمجالس الأمراء. سأكون عند حسن ظنك إن شاء الله. اغتنم فرصة إقبالهما عليك قبل أن يأتي ما يشغلهما عنك. وما الذي يشغل الأمير غير إمارته؟ إمارته تدين بالولاء لحاكم مصر، لكنه يريد خلع يد الطاعة والاستقلال بالأمر لتصبح القيروان حرة من تبعية حاكم مصر. يبدو أن هذا الأمر لا يبشر بخير. كيف قدرت ذلك؟ إنك من أوحى لي بذلك، كلامك جعلني أتوجس خيفة. لا عليك يا ولدي، لا عليك، خذ نصيبك من الدنيا ودع للأمير تصريف شؤونه، إني أردت أن أحذرك فقط. هيا هيا، استعد للسفر إلى دار الأمير تميم في المهدية لتنعم بليلة سرور وحبور. هيا.
أراك تطيل النظر إلى الشراب ولا تمد يدك لتأخذ كأسا وتشرب. أنا لا أشرب غير الماء يا مولاي. هات ماء لنديمنا. حاضر يا مولاي. أرجو أن تعذرني يا مولاي لأني لا أحسن المنادمة. ليس بالشراب وحده تحسن المنادمة، فأنا قد اتخذت هذا القصر في المهدية لا لأنفرد كي ألهو وأشرب، لكن لأجالس الأدباء وأقرأ وأنادم الشعراء، وأنت سيد الشعراء. الحمد لله الذي جعلني في مكانة ترضي سيدي الأمير ابن الأمير. تفضل سيدي. شكرا. قدر المدامة بيدك فوق قدر الماء. جميل جميل، أريدك أن تصوغ من هذا القول شعرا. قدر المدامة فوق قدر الماء، فارغب بكأسك عن سوى الأكفاء، ما لي ومزج الراح إلا في فمي بالريق، من فم غادة حسناء ذاك المزاج، وإن تعداني الذي في المزن من ذي رقة وصفاء، أشتهي وأبلغ في الفؤاد مسرة من غيره، وأدب في الأعضاء لي الصرف إن فرح النديم ولم أكن مستأثرا فيها عن الندماء. أحسنت أحسنت يا ابن رشيق. أكتب هذه الأبيات، بل هات ورقا وقلما بسرعة لأكتب أنا. لطالما ترددت وفكرت في الأمر، لطالما نويت وأحجمت، لكن الآن أرى الوقت قد حان كي أجعل القيروان في حل من ولاء حاكم مصر. هذا هو الرأي الذي كنا ننتظره من مولانا أدامه الله. ليس لحاكم مصر علينا بعد الآن من سلطان، هذا ما كنا نتمنى. إني وجدت فيكم الرغبة حين شاورتكم قبل الآن، لكني أردت أن أستوثق من أمر حاكم مصر، فعلمت من العيون والرسل إنه منشغل في أمور تجعله لا يلتفت إلينا إذا أردنا الاستقلال بملك القيروان. هل أرسل بطلب سيدي تميم من المهدية ليشاركنا هذا السرور؟ دع تميما ينعم بليله، فقد شاورته قبلكم وسمعت منه مثل ما سمعت منكم. قلت لمن ناوأني مرة، ما لي حب الغيد بل حبها، لا تسقني الراحة ممزوجة واشرب فما يمكنني شربها، ما راحتي فبالراح إن غيرت، دعني كما جاء بها ربها. أحسنت أحسنت يا ابن رشيق. لكم يسعدني ويشرفني أن يكتب مولاي شعري بيده ويلفظه بلسانه. سأحفظ كل شعر أسمعه منك. لينظر صاحبنا شأن عرب الهلالية، قل له إن الأمير يخشى أن يثوروا إذا علموا بعزمه على الانفصال عن دولة حاكم مصر. تفضل. عرب الهلالية ليسوا على وفاق مع المعز بن باديس، فهم يدينون بالولاء لحاكم مصر.
هذه أمور تسبب الحيرة والأفكار والهواجس. دعك من الحيرة والأفكار والهواجس، دعك من أمور الملك، وتعال معي إلى مجلسي لنفكر في أمور الشعر والأدب. هيا هيا يا رب. أجمل ما سمعته في العتاب قول الشاعر: وأنت الذي أخلفتني ما وعدتني، وشمت بي من كان فيك يلوم. هذه لوعة قلب ينفث ألما لا عتابا. وأنت يا ابن شرف، ما أجمل بيت شعر سمعته أو قلته؟ أنا ليس غير قول الشاعر أبي صخر الهذلي، عجبت لسعي الدهر بيني وبينها، فلما انقضى ما بيننا سكن الدهر. وإني لتعروني لذكراك هزة، كما انتفض العصفور بلله القطر. بلله القطر، جميل. ما سبب صمتك يا ابن رشيق؟ هل تحاول أن تنظم بيت شعر تنافس به؟ أم أنك تتفكر ببيت يفوق الأبيات التي قالها أقرانك؟ هل أدري لماذا تذكرت أبياتا لمسلم بن الوليد؟ وما الذي قاله مسلم؟ هيا أسمعنا. وإني لأخلو مذ فقدتك دائبا، فأنقش تمثالا لوجهك في الترب، وأسقيه من عيني وأبكي تضرعا إليه لما ألقاه من شدة الكرب. فوالله ما أدري بما أنا مذنب إليك، سوى الإفراط في شدة الحب. فإن كان ذنبي ذا الذي تدعينه، فلا فرج الله ذلك من ذنبي. أحسنت، أفهمتنا جميعا. فقت بشعر صريع الغواني كلما قيل، اخترت واسطة العقد يا حسن. صرت سيد المجالس يا ابن رشيق. لا سلطة لحاكم مصر علينا الآن. نعم نعم، القيروان حرة من قيد مصر. الزحام في الطرقات شديد، لا يطاق يا ابن الرجال، لا يطاق. منذ أعلن مولانا ابن باديس في صلاة الجمعة عن إيقاف الدعاء لحاكم مصر، والناس كما ترى. وما أخبار الهلالية؟ الأخبار الهلالية لا تبشر بخير. ستضطرب الأمور أكثر فأكثر، حمانا الله مما هو آت. إنها أخبار تأتي وتذهب منذ شهرين. منذ شهرين وعرب الهلالية في لغط وجلبة وشتم وسباب، كلهم يعلن غضبه علينا. ستسكت ألسنة السوء لأن حاكم مصر لم يبدي كبير اهتمام بشأننا. لحاكم مصر ما يشغله عنا، لكن ليس لعرب الهلالية شاغل غيرنا. أرى أن نراسل أبناء عمنا في قلعة حماد كي يكونوا عونا لنا إذا حاول الهلاليون التعرض لنا. إنهم يتحصنون بقلعتهم بعد أن ملكوا أشير، ولا أظنهم سيلتفتون لولاء قديم بيننا. لنكاتبهم وننظر في أمرهم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. لما اعتزلت مجالسنا وانشغلت بالكتابة عنا يا ابن رشيق؟ الكتابة مجلس آخر أدون من خلاله كتابا
أجمع فيه من الفنون ألوانا وألوانا. لم يكن هذا همك من قبل؟ أصبح كل همي وشغلي. كل أديب وشاعر عليه أن يدون شعره وحفظه ورأيه الأدبي في كتاب وينشره بين طلاب العلم لتعم الفائدة ويبقى ذكر الكاتب قائما. وماذا ستسمي كتابك هذا؟ العمدة. ما هذا؟ من كتب هذه الوثيقة؟ أحد كتاب ديوان الجند يا مولاي. لماذا لم يكتبها ابن رشيق؟ ابن رشيق اعتزلنا وانصرف إلى أدبه وكتبه. لماذا؟ هل أغضبه أحد؟ ألم يعد يحضر مجلسك يا تميم؟ لا يا أبي، وقد أرسلت في طلبه قبل شهر فاعتذر. له عذره يا مولاي. أريده أن يأتي ويبين عذره هنا بين يدي. سمعا وطاعة يا مولاي، سأذهب إليه بنفسي. إنه شاعر يا أبي، وللشعراء نزق ونفور. النزق والنفور داعيا التمرد يا ولدي، تذكر ذلك ولا ترضى من أحد أن يميل إلى النفور، وترك أنت إلى السكون والسكوت. على ذلك فإن حالنا مع العرب الهلاليين في نفورهم لا يجب أن يكون حال الساكت على مضض والراضي بواقع الأمر. إني بثثت عيونا بين عرب الهلالية لأقف على ما ينون فعله. حسنا فعلت يا ولدي، هذا من حسن التدبير. أنا من شجعه على جمع علومه في كتاب، فاستغرق في تأليفه وإعداده وتبويبه وغاب، وليس هناك ما يدعوكم إلى سوء الظن بابننا وتلميذنا الحسن بن رشيق. لست أنا من أساء الظن أو أبدى العتب يا حصري، إنما مولانا الأمير المعز. حسن تعال يا ولدي. نعم. قدم اعتذارك لابن الرجال عن تغيبك عن الديوان. أنا لا أريد اعتذارا، لكن عليه أن يقدم حجته بين يدي مولانا الأمير. سأقدم عذرا لا يرد إن شاء الله. الليلة وفي مجلس الأمير وآخذك بيدي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. أليس من حق من قربك إلى مجلسه وخصك بمنادمته أن تزوره ولو لتسلم عليه يا ابن رشيق؟ أنا جحدت هذا الحق وقصرت في شكر النعمة يا مولاي، وأرجو أن يقوم عذري بدفع العتب عني وأن أنال عفو مولانا المعز أدام الله عزة. إليك يخاض البحر رهوا كأنه بأمواجه جيش إلى البر يزحف، ويبعث خلف النجع كل منيفة تريك يداها كيف تطوى التنائف. من الموجفات اللائي يقذفن بالحصى ويرمي بهن المهمة المتقاذف. أراك تصف الإبل وصف عارف بصفاتها، هل هذا عن تجربة أم إنه قول بلا تجربة يا ابن رشيق؟ علمني السفر وملازمة أهل القافلة ما لم أكن أعرفه عن الإبل يا مولاي. هو أيضا يصف الخمر وصف من يعاقرها ويلازم مجالسها. لم نسمع اعتذارك يا ابن رشيق. إذا أذن لي مولاي أن أكمل أبيات الشعر. لك ذلك. ولولا شقائي لم أغب عنك ساعة، ولا رام صرفي عن حياتك صارف، ولكنني أخطأت رشدي فلم أصب، وقد يخطئ الرشد الفتى وهو عارف. لما وكيف أخطأت الرشد؟ فما عذرك؟ شغلني داعي الأدب والشعر حتى كدت أنسى نفسي وأنا بين الكتب والأوراق مسابقا الزمن لأجمع ما أعرفه وأحفظه في كتاب. وما هو هذا الكتاب؟
إنه كتاب في النقد والأدب والبلاغة يا مولاي، فيه من أشعار العرب ونوادرهم أجمل وأبلغ ما حفظت، وأرجو من الله أن يكون كاسمه عمدة لمن يريد أن يطلع على بعض فنون الأدب. هل اسم كتابك عمدة؟ لم تبعد عن اللفظ يا سيدي، فهو العمدة، وسأهديه لمولانا الأمير المعز، وسأهديك نسخة إن شاء الله بعد أن ينتهي الوراق من عمله. يبدو ألا نصيب لي من هذا العمدة. كيف أنسى سيدي وأستاذي ولا أخصه بثمرة جهدي وفكري؟ كم يسعدني أن أسمع بلاغة القول من لسان شاب أفنى أيامه في التعلم والتأدب. بارك الله فيك يا ابن رشيق، وليس أبلغ من عذرك عذر. أدامك الله يا مولاي، وجعل نعمك سابغة علينا، وإن وقوفي بين يديك وأنت راض عني لا يعدله ملك الدنيا. تفضل بالجلوس يا ابن رشيق. أحسنت يا بني. شكرا شكرا. هيا تفضلوا، هذه فاكهة مختلفة الألوان والطعوم ككتاب العمدة الذي أنجزه زميلكم ابن رشيق. لا ألذ من الموز ولا أسهل منه بلعا ولا مضغا. إن كنت تحب الموز كل هذا الحب فلن تأكل موزة أخرى قبل أن تتغزل في الموز شعرا لا نثرا. لدي حق. هيا هيا قل شعرا. قل هيا كل أنتما. هيا هيا كل أنت وهو. هيا يا حبذا الموز. يا حبذا الموز وإسعاده من قبل أن يمضغه الماضغ. ماضغ. لان إلى أن لا مجس له. جميل. فالفم ملآن به فارغ. سيان إن قلنا مأكل طيب. سيان قلنا مأكل طيب فيه وإلا مشرب سائغ. جميل كذلك جميل. تستحق موزة أخرى. أحسنت أحسنت أحسنت. مع أبراك يا ابن شرف. لا بأس لا بأس. لا بأس؟ لا بأس يا ابن رشيق؟ وهل تستطيع أن ترتجل شعرا خيرا من هذا؟ هو أحسن منه. هيا هيا يا حسن أسمع أسمعنا. لا تحرجه يا أستاذي، فهو لن يستطيع أن يأتي ببيت واحد على قافية الغين. اسمع إذن. موز سريع أكله من قبل مضغ الماضغ، مأكلة لآكل ومشرب لسائغ. فالفم من لين به ملآن مثل فارغ، يقال وهو بالغ للحلق غير بالغ. لا بأس، وما زدت إلا أن درت في فلكي وجئت بالمعنى الذي سبقتك إليه. كلاكما أحسن وأجاد، فليس من السهل أن يصوغ المرء شعرا عن الموز أو أي فاكهة. وليس من حظ أي أستاذ أن يكون في مجلسه ابن رشيق وابن شرف. ما أسعدني بكما. هذا الخبر الشؤم الذي شرد نومنا. هل حقا نقض عرب الهلالية العهد فداهمونا بالليل؟ رسلهم وكتبهم لم تكن تبشر بخير يا مولاي. لقد خذلنا الحماديون يا مولاي. إذا خذلنا أبناء العم فإن السيوف لن تقضي لمن يستجير بها. سنقاتل عن القيروان ولن ندع هلالية ليدنس ترابها. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا تخرج إليهم. لا، لقد أخذ الدروب وهم يقتلون حتى العسل. يجب أن ندافع عن أنفسنا يا سيدي. لا نفع ولا دفع،
فقد أحرقوا من أحرقوا وقتلوا من قتلوا. ومولاي المعز وابنه ابن الرجال سيدافع عنهم الجند والقادة، وأظنهم سيرحلون إلى المهدية إن ضاقت بهم السبل. لهفي على القيروان وأهله. وهي لهف. كل شيء، كل شيء تهدمت القيروان وكأنها لم تكن بالأمس. لهفي على زهرة البلدان وعلى أيامنا تلك. لا عليك يا ولدي، لا عليك، نحن في أمان، ما زال لدينا بيتنا وكتبنا، ولن يتعرض أحد لنا ما دمنا لا نحمل السيف. لكننا نحمل القلم. لا، دولة الجهال لا تخشى إلا من السيف، لأنهم لا يعرفون قيمة القلم. أريد أن أزور مكان، يجب أن أزور مكان لأنظر إليه بعد أن توقف هؤلاء عن القتل والحرق. انتظر، احذر يا ولدي، احذر أن تتعرض لأحدهم بكلمة أو حتى بنظرة. ها؟ كانت تعد القيروان بهم إذا عدت المنابر زهرة البلدان. حسنت، فلما إذ تكامل حسنها وسما إليها كل طرف داني، نظرت لها الأيام نظرة كاسح ترنو بنظرة كاشح معياني. أهدت لها فتنا كليل مظلم، وأرادها كالناطح الغرثان. والمسجد المعمور جامع عقبة خرب الجوانب، مظلم الأركان قفر، فما تخشاه بعد جماعة صلاة خمس لا ولا آذان. بيت بوحي الله كان بناؤه، نعم البناء والمبتنى والباني. أحسنت الوصف والرثاء وأوجعت القلوب يا ابن رشيق، لأني وضعت وجع قلبي
في هذه الأبيات. لهفي على القيروان، قيروان الأمس، وزارت البلدان. التلهف لا يرد ما كان، والبقاء هنا في القيروان يزيدنا همّا وغمّا. وأين سنمضي؟ إلى صقلية، وهي حصن من حصون الإسلام، وفيها أهل علم وأدب يستقبلون أمثالنا ويحسنون إليهم. لا أدري ما أقول. بل يجب أن تقول شيئا يا أستاذنا. إن كنتما مصران على الرحيل فلا أستطيع أن أمنعكما، رغم ما سيصيبني من هم وكدر لفراقكما. البقاء هنا هو الهم والكدر يا سيدي، وإني أريد أن أودع مولاي المعز وابنه تميم وأواسيهما. ولكن الطريق إلى المهدية غير آمن. سأتسلل ليلا لأرد ذاك الكرم لمولاي المعز وابنه الأمير. بارك الله فيك يا ولدي، بارك الله فيك. هيا تهيا للرحيل. أدخل، عجل. أمرك مولاي. مولاي، ما شد وفاءك يا ابن رشيق، خاطرت بحياتك كي تصل إلينا. الحمد لله الذي نجاكم وأقر عيني برؤيتكم. حمدا لله الذي جمعنا بعد هذا الفراق. الحمد لله، وقد يجمع الله الشتيتين بعدما يظنان كل الظن أن لا تلاقيا. الحمد لله. مولاي، هذا ابن رشيق جاء يسلم عليك. بارك الله فيك يا ولدي وأحسن إليك. يسوءني أن أقف مواسيا معزيا يا مولاي. يا ولدي، إني لا أعترض على حكم الله، فهو أدرى وأعلم بصالحنا، والملك لا يدوم. العلم والأدب هما الدائمان يا ولدي، والله جعل الملوك والحكام حفظة وخداما للعلم والعلماء. لا أدري ما أقول يا مولاي، لقد عقدت لساني. اذهب إلى حيث تجد لك مأمنا بين العلماء والأدباء. اذهب إلى صقلية، فهي حصن منيع، وستجد من يحسن وفادتك. لا لا يا مولاي، فأنا لم آتي إلا لوداعكم. لا تحرمني من مشاركتك في سعيك يا ولدي، خذ هذا المال لتستعين به على سفرك. شكرا، شكرا يا مولاي. وإني سأذكرك دائما، وأذكر شعرك الذي تقول فيه: إذا أتى الله يوم الحشر في ظللي، وجيء بالأمم الماضين والرسل، وحاسب الخلق من أحصى بقدرته أنفاسهم وتوفاهم إلى أجلي، ولم أجد في كتابي غير سيئة تسوءني، وعسى الإسلام يسلم لي. رجوت رحمة ربي وهي واسعة، ورحمة الله أرجى لي من العملي.